عليكم إخواني أخواتي متتبعي الكرام الأوفياء، أتمنى أن تكونوا إن شاء الله في صحة جيدة وبأحوال طيبة. دائما أريد الإطمئنان عن أحوالكم وعن صحتكم، وأتمنى أن تكونوا قد قضيتم عطلة صيفية وأنتم في أتم السعادة. فهذه لحظات غروب، أتمنى أنها تعجبكم وطرق لكم. مرحبا بكم. خلق الله جل جلاله الكون بقدراته، ولقد جعل فيه الآيات العجيبة التي يبحث الإنسان حول أسرارها منذ قرون خلت، ولا يزال يكتشف الكثير والكثير. ومن هذه الآيات التي خلق غروب الشمس، ويخبرنا غروب الشمس أن لا نور فرح يدوم ولا ظلام حزن يدوم، وأن أحوالنا تتغير من حين إلى حين آخر. فابتسموا. أحيانا بعض النهايات مؤقتة مثل غروب الشمس، تسدل ستائرها ثم تعود لنا في صباح بشكل جميل وجديد، كله تفاؤل وأمل. مع غروب الشمس حكاية تخبرنا أنه وإن غربت أشياؤنا الجميلة،
لا بد لها من الشروق في يوم آخر وبجمال آخر. لن تقلق، فكل شيء سيأتي إليك في الوقت المناسب. إن قصر فيك أمل فإن الله يحيي فيك آمال. سيأتي نهار يغير كل خرائط عمرك، وفي يوم ما سيأتي العوض بطريقة تبهجك. الأمور لا تتأخر، بل يختار الله لها موعدها الصحيح. لا يوجد شيء مستحيل ما دامت الحياة لم تنتهي بعد. هناك أمل من بعد كل يأس. غدا ستشرق شمس اليسر معلنة غياب العسر لتمطر سعدها. نهاية الأنفاق تشع الأنوار، ما علينا سوى العبور. اطمئن، هناك تعويض رباني عند الله يختبئ، فلا تحزن. حتى وإن سقطت أحلامك في بئر يوسف، ستمر قافلة العزيز. كل الأشياء مربكة، لكن أركن إلى الله ليسكن الكون من حولك. الحقيقة الثابتة هي أن الله فوق كل خوف وخلف كل أمل وداخل كل رجاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بك فأكرمته، وتوكل عليك فأعطيته.